وسهلا ومرحبا بمتابعي قناة شمس ميديا. من أشهر ألقاب مدينة مشهد لأنها مدينة الأحجار الكريمة أو عاصمة الأحجار الكريمة في إيران، ومن أهم الأحجار التي تستخرج في هذه المدينة حجر الفيروز. الفيروز كلمة فارسية بمعنى الظفر، فهو حجر الظفر، وأيضا يعرف في إيران بحجر الحياة. طبعا من أفضل الأحجار وأرخصها ثمن، ومن فوائد خاتم الفيروز هو الهدوء والسكينة، إضافة إلى جماله وصفائه للنفس ولونه بين الأزرق والأخضر. نتعرف على حجر الفيروز، قطعنا مسافة من مشهد إلى مدينة نيشابور حيث منجم الفيروزج. أهم وأقدم وأشهر منجم هو منجم حجر الفيروز النيشابوري. هذا المنجم يقع في سلسلة جبال بينالود على مسافة 53 كيلومتر من شمال غرب مدينة نيشابور. بالقرب من هذا المنجم هناك قرية باسم قرية معدن، والمعدن هنا بمعنى المنجم. هذه القرية فيها مهنة واحدة وهي استخراج وتنقيب الحجر، وقدمت هذا المنجم 7000 سنة، ولكن عملية الاستخراج والتنقيب ترجع إلى 2000 سنة فقط. والعجيب أن عملية الاستخراج والتنقيب حتى الآن ما زالت تدار من قبل الأهالي بعد أن شكلوا مؤسسة تعاونية بينهم، وطبعا الحكومة لا تتدخل في عملية الاستخراج والتنقيب وحتى البيع. قبل لا نستمر في التقرير، أرجو من المتابعين أن يشتركون في القناة، يفعلون جرس الإشعار حتى يوصلهم كل جديد من هذه القناة، وأيضا إذا عجبكم التقرير شاركوا هذا المقطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. عملية التنقيب وسط هذا المنجم لتكون بعمق 80 متر تبدأ منذ الصباح الباكر من قبل العمال المحليين وتستمر حتى بداية المساء. طبعا هذا المنجم فريد من نوعه، يستخرج منه سنويا 40 طن. معلومة أخرى مهمة هي أن الأحجار الفيروز ما أنه تصدر إلى أوروبا عن طريق تركيا، لذلك أطلق الأوروبيون على مدى التاريخ على هذا الحجر القيم اسم تركويس بمعنى الحجر التركي، فمشهور في أوروبا حجر الفيروز بالحجر التركي. الزخرفة والنقش على حجر الفيروز هي مهنة الأهالي التراثية، يحترفونها بإتقان وأنامل مبدعة، فبإمكانك أن تشاهد في الكثير من المحلات في مدينة نيشابور وفي مدينة مشهد هي مخصصة للأحجار الكريمة. صياغة وصقل الأحجار الفيروز من الصناعات القديمة المتجذرة في عمق التاريخ الإيراني، خاصة في محافظة مشهد
ومدينة نيشابور. نأمل أن يكون هذا التقرير مفيد بالنسبة لكم. رافقونا بتقارير أخرى من خلال مشاركتكم بالقناة وأيضا مشاركتكم هذه المقاطع مع أصدقائكم. إلى تقرير آخر، السلام عليكم.